الموديل ده اللي هو معمول ده انكلودد ان انت هيبقى عندك طريقه ان انت تزود عدد الاشخاص بدون ما يبقى عليك فيكست كوست. عدد الاشخاص عدد الاشخاص اللي هم بيشتغلوا لك ان هم فريزه وكده. تمام. حاجات بقى شويه حبشتكنات كده بقى يعني اي كلام ارميهم على جنب. انا شايف الاوفر بتاعتهم تنزل شويه. هنزود على الحبشتكنات بتاعت ايمن محمد وانا ان احنا يعني شفت بقى سيخ هنعمل لك عدد عدل لك هنعمل لك شويه الموضوع بتاع السوفت وير ده. ولو تسمح لي ممكن اخش في الاوفر كمان، ممكن نعلي شويه 50 ونخش في الاوفر بتاع محمد منصور معاه. خش معانا محمد. طيب هو ثلاثة مع بعض بقى عندك ثلاثة مع بعض دلوقتي بقى في تو اوفرز، واحد ب50 واحد ب55 بس. طيب بس هو نزل ل 50 ننزل بس بقى. بس ايه بقى مسافه السكه بقى يعني سنتين هديهم لك على طول النهارده، هتاخد مجهود سنتين النهارده. طيب هو ال 50% ما فيهاش اي نيجوشيشن يعني اتحسبت ازاي؟ وهل لو في راوندز تانية دخلناها هيبقى في دايلوشن للبرسنتج دي بعد كده؟ لا احنا هندي لك مانجمنت فيز بعد ما توصل الى البروفيت.